كشف موقع نورديك مونيتور بالوثائق اختراق تركيا للسيادة القطرية والتجسس عليها، حيث تم السماح لهيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات المخابرات والمراقبة في قطر. وأوضحت الوثيقة أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه، بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثاً. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا السيد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، يعني أهلا بك إلى هذه الجولة. كيف تقرأ التسريبات الأخيرة بخصوص اختراق تركيا للسيادة القطرية؟ تحياتي لحضرتك. الحقيقة اتفاقية حتى أمريكا بقوتها لم توقعها مع دولة ليها قواعد فيها، هي بتمنح كل شيء للجانب التركي ولا تحتاج حتى لتدخل وزير الدفاع التركي، بل مفوض رئيس الأركان التركي، ورئيس الأركان مفوض قائد القاعدة، يعني قائد القاعدة ممكن يكون عقيد أو عميد، يتولى هو التنسيق والقرارات دون حتى الرجوع إلى وزير الدفاع. قضية ما يطلق عليه C4I اللي هو الكوماند أند كنترول أند كوميونيكيشن أند ريكونيسنس أند انتليجنس، ليه عمل القيادة والسيطرة والاتصالات والتحكم والمخابرات، يعني الدولة بتمارسها داخل دولتها فقط، لكن لما تروح لدولة تانية ممكن يبقى مفيش الاي، مفيش الانتليجنس، مفيش الريكونيسنس الاستطلاع. فكون ان يبقى كل ده بالاضافة لان في بنود خطيرة، منها ان هو يمكن ان يتحكم ويحدد نوع الهاردوير والاكويبمنت اللي هي الاجهزة اللي هتبقى موجودة في خطوط طيران، لا تخضع للتركية، لن تخضع للجمارك او التفتيش، يمكن نقل اي معدات اي اسلحة، يمكن تجربة أسلحة جديدة، وده عليه قيود، الحقيقة بتبقى قيود كبيرة فيما يتعلق بموضوع الهاردوير وموضوع التستنج. فبالتالي أعتقد أن هذا احتلال، ولكن ليس يعني قصري، يعني مش غصبا عن الجانب القطري، لا ده تم بموافقة ومباركة من الجانب القطري. يعني فكرة إن أنا أروح أتجنس أو أتجسس أو أتنصت على دولة ربما يكون عن طريق يعني عمل سري، لا مش عمل سري، هو في اتفاق تام على ده. كمان من حقها تتخذ الاجراءات فيما يتعلق بتامين القواعد التركيه، يعني يمكنها حظر تجوال في مناطق، جعل مناطق ممنوع الدخول فيها او ممنوع الاقتراب والتصوير او ممنوع الطيران القطري يطير فوقيها، بالاضافه يمكنه ايضا استخدام المعدات القطريه فيما يتعلق بالنقل او ما يتعلق بنقل الاحتياجات او استخدام المطارات. فهو يعني احتلال تم بموافقه الدوله بما فيها القواعد البحريه، بالمناسبه البريه الجويه، وبما فيها الدفاع الجوي. طيب الا ترى سياده العميد ان هذا التصرف يعني ربما يكون ارعن بعض الشيء؟ يعني لا يوجد تحالفات سياسيه باقيه للابد، يعني ربما تنقلب هذه الدوله على تلك، فكيف ستكون التداعيات في يعني في هذا السيناريو اذا ما حدث بيوم من الايام؟ حضرتك انا لا ارى اولا دوافع، يعني قطر ليس في حاله حرب مع 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 جيرانها، حتى الخلاف القطري الخليجي محصور فقط في 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 العقوبات اللي وضعتها سواء بغلق الحدود او المقاطعه الاقتصاديه، لن يصل الى الصدام العسكري. فبالاضافه قطر بتجمعها علاقه جيده جدا باسرائيل وعلاقه جيده جدا بايران، لا يوجد لها اعداء في هذه المنطقه، ربما يعني إن كان هناك عدائيات من دولة أجنبية وهي دولة صغيرة قطر ربما يكون مبررا، لكن لا يوجد مبرر لده. وزي ما سيادتك قلتي، ما قام به تميم سيدفع ثمن الأجيال القادمة، لأنه انتقص من سيادة الدولة القطرية لصالح دولة إقليمية في حالة عداء مع جيرانها. فالنوع من ده من الاتفاقيات بيورثوا يعني الأحفاد والأجيال الأخرى، وليه تأثير الآن وفي المستقبل القريب والبعيد، وربما يأتي يوم ويأتي جيل من الأحرار في قطر ما بعد تميم ونظام الحمدين يعني يعجز عن أن يخرج تلك القوات من تلك الأراضي القطرية. إذا أشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، على كل هذه التفاصيل. أيضا يعني
كشف موقع نورديك مونيتور بالوثائق اختراق تركيا للسيادة القطرية والتجسس عليها، حيث تم السماح لهيئة الأركان العامة التركية في 2016 بإجراء عمليات المخابرات والمراقبة في قطر. كما أوضحت الوثيقة أيضا أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه، بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثاً.